اهلا بكم، مرحبا في حلقه جديده من توك توك الاخبار. توك توك الاخبار النهارده يعني بنقترب من الكريسماس الغربي والامريكي وكريسماس يعني العالم الغربي، غير طبعا الكنائس الارثوذكسيه. عيد ميلادنا معروف 7 يناير، كريسماس الغربي هيكون كريسماس ايف، او تكون يعني وقفه العيد يوم السبت، ويكون كريسماس نفسه يوم الحد. فطبعا علشان كده يعني تجاوبا مع احبائنا الامريكان يعني وابناء العم سام وغيرهم من البلاد الغربيه، بنحط بعض الزينات اللي هي بيحطوها في المكاتب وفي المؤسسات بمناسبة الكريسماس، وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير. طبعا في أمريكا نبتدي بنيويورك تايمز، محطتنا الأولى في توك توك الأخبار، ونشوف الصحف الأمريكية بتقول إيه النهاردة عن ما يخص حبيبتنا مصر. قالت الصحف الأمريكية إن في المرشح من المرشحين بتوع الرئاسة باسمه نيوت جينجريتش، دوت وسياسي بارز في المجال السياسة والشارع السياسي الأمريكي، وهو اترشح السنة دي. طبعا أعلن ترشيحه لأنه على أساس الانتخابات الرئاسية في 2012. طبعا معروف عن نيوت جرينيتش أنه هو متعصب، وهو من المحافظين أو اليمينيين، أقصى اليمين المتطرف. وهو كمان بيقول يا جماعة موضوع أوباما أنه هو ساكت وإدى التيار الإسلامي أو إدى الموقف في الوطن العربي يعني أصبح مخيف بعد سيطرة الإسلاميين، وكمان تواجد تيارات كتيرة من الإسلاميين في أمريكا وفي الغرب، ممن يدعون بتطبيق الشريعة عليهم في الدول الغربية. فبيقول إن الشريعة الإسلامية في أمريكا، وما يهمنا هي أمريكا طبعا، ما يهمه هو لأنه هو الرئيس أو المنتخب لرئاسة الجمهورية، المرشح لرئاسة الجمهورية في 2012 طبعا. فهو بيقول إن الشريعة الإسلامية هتكون أخطر من أي أيديولوجيات أخرى، زيها بالضبط زي باقي الشرائع المخيفة والأيديولوجيات المخيفة المتشددة. وقال إن طبعا إن أعتقد إن الشريعة تمثل تهديدا مميتا على استمرار الحرية في الولايات المتحدة والعالم كما نعرفه. أعتقد أن هذا مباشر وحقيقي، هكذا أكد جرينجريتش في خطاب ألقاه أمام معهد المشروع الأمريكي في واشنطن. قال أن في توضيح المخاطر الخفية للتشدد الإسلامي، وقال أن التشدد الإسلامي دوت بيروج للتشدد المسلح. هو هيبتدي بتشدد فكري، والتشدد الفكري بيسبب طبعا زي ما قلنا المجاهدون اللي هم الحناجر التي تعلو المنابر وتطالب بالجهاد الجهاد وتطبيق الشريعة تطبيق الشريعة. هيوصلنا أو هيوصل الإسلاميين اللي هم في أمريكا للجهاد العلني بدلا من يكون جهاد خفي. وقال إن في حاجة اسمها جهاد خفي وجهاد علني، وقال الجهاديون الخفيون يستخدمون أدوات سياسية وثقافية واجتماعية ودينية وفكرية، أما الجهاد العنيف فيستخدم العنف، ويكون ده عنف مباشر وواضح
من غير لف ولا دوران. تقريبا الراجل درس جامد ما في ايديولوجيات الاخوان المسلمين والتقية وما أدراك ما التقية وإخفاء ما تزعم أن تفعله، وبالعكس إنك أنت تقول غرب وفي نفس الوقت أنت تفعل الشرق وتقول جنوب وأنت تقصد الشمال. هو دوت اللي مخوف عمنا جريني جيتش. طبعا نيوت جريني جيتش دوت واضح إن هو مش طبعا عاجب التيارات الإسلامية اللي موجودة في أمريكا أو الباحثين الإسلاميين أو مسؤولي مكافحة الإرهاب، وبيقول إن كلامه دوت هيشجع على الإكثار من الرافضين للجهاديين أو المناديين ب يعني الحريات للإسلاميين الموجودين في امريكا. بس هو قال بصراحه، هو ليه حق في حته، قال يعني ان الشريعه الاسلاميه يعني ممكن تطبق في البلاد الام، البلاد الام، البلاد الاسلاميه الام زي مثلا دول الشرق الاوسط، لكن بلاد بتطالب بالحريه مثلا حريه المراه، وان الشريعه بتقول يعني ممكن الراجل يضرب المراه ويعطيها يعني علقة سخنة، وفين الحتة اللي ضربها فيها، وكمان تقنين لإذلال المرأة، كمان عملية من الشريعة كمان تعدد الزوجات، يعني يتزوج زوجة ومثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم، دوت هتطبقه ازاي في أمريكا؟ وهنا طبعا جريمة الجرائم انك انت تتزوج اتنين او تكون يعني عندك زوجة تانية. في ناس بيردوا يقولوا طب ما في ناس عندهم جيرل فريند وعنده زوجة وعنده ثلاثة اربعة جيرلز فريند. احنا بنتكلم عن القوانين وعن الناس اللي هم بيمشوا مسايرة للقوانين، مش الحاجات اللي هي بتكون يعني مش موجودة في المجتمع غير قليل، يعني القلة من المجتمع بيعملوا كده. فمش هنقنن طبعا الغلط ونعمل له قوانين زي ما بيقولوا الجماعة الإسلاميين اللي موجودين. وطبعا تواجد حتى شيخ الأزهر قالها، والراجل الشيخ طنطاوي رحمه الله يعني كان راجل عاقل جدا وقال، ومفتي الجمهورية برضو قال على المسلمين اللي موجودين في الغرب او في امريكا ان هم ارتضوا ان هم يكونوا في البلاد ديت، هم بيمارسوا شعائرهم ودينهم ولكن لا يفرضوا الشرائع بتاعتهم على المجتمع هناك، ويمشوا حسب شرائع المجتمع وقوانين المجتمع. وده طبعا عين العقل، ولكن العقل اين العقل واين التفكير في أدمغة الجماعة الإسلاميين المتعصبين المطالبين بالتشدد؟ فهنشوف الراجل دوت هيكون رد فعل الشارع الأمريكي على كلامه إيه. وتقريبا كده يعني إن هو طبعا هو نائب جمهوري طبعا من الريبابليكان، وقال إن في إطار حملته الانتخابية الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما قال إن هم تراجعوا عن ربط الإسلام المسلح بالإرهاب، وطلعوا على فكرة أوباما ونائبه وقالوا طلعوا كلمة الإسلام من يعني القوانين المضادة للإرهاب، وقالوا إن دوت غلط، ولكن طبعا إحنا مش بنعادي الإسلام كدين، ملناش دعوة بالإسلام كدين، بس إحنا بنقول إن الإرهابيين دول المقولة المشهورة أن ليس كل المسلمين إرهابيين ولكن أغلب الإرهابيين مسلمين، يعني ليس كل مسلم إرهابي ولكن أغلب الإرهابيين مسلمين. فطبعا هو دوت اللي بيركز عليه عمنا نيوت جينجريتش، وهنشوف هيعمل إيه طبعا
زي ما بيقولوا اللي في الدست تطلع المغرفه ونشوف في انتخابات الرئاسه هيوصل لايه. طبعا صحيفة نيويورك تايمز برضو علقت على هل المالكي ينتقم من السنة ويفتعل مأزق سياسي قبل رحيل قوات القوات الأمريكية. وقالت انتقدت الصحيفة طبعا في افتتاحيتها نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، وقالت انه لم يتوقع احد عدم وجود مخاطر وتوترات بعد رحيل القوات الأمريكية، لكن بأقل تقدير البعض أن يسعى المالكي للتغلب على هذه التحديات التي تواجه بلاده ويصنع مستقبلها وفقا للمبادئ الديمقراطية. طبعا هو بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا أن المالكي افتلع المشكلة ديت عندما أصدر مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس السني. طبعا المالكي بيقولوا أنه هو بينفذ الأجندة الإيرانية ويتبع الشيعة، وهو أول ما ضرب في ذي النائب الرئيس السني. وطبعا احنا عارفين السنة والشيعة شغالين يعني حلاوة يعني 100 100 فل 100 فل وعشرة في العراق، وطبعا نتمنى السلامة لأهل العراق سواء مسلمين أو مسيحيين. ولكن كون ان احنا نستغل فرصة ان القوات الامريكية تنسحب من العراق في نهاية 2011، ده بيخلي الراجل يلعب بالنار ويروح يعمل الحكاية دي. وطبعا سمعنا النهاردة عن التفجيرات اللي حصلت في العراق علشان برضو يعرف الناس ان في توترات بين السنة والشيعة، وحصل التفجيرات دي حصلت طبعا سيارات مفخخة. وطبعا هنشوف السنة يتهمون الشيعة والشيعة يتهمون، وهتبتدي سلسلة التفجيرات وسلسلة السيارات المفخخة القنابل، وطبعا لدرجة انهم بيستعملوا صواريخ يعني محمولة على الأكتاف. عندهم الناس الجهاديين دول سواء من دول ولا من دول عندهم أسلحة ثقيلة لا يستطيع مواجهتها رجل الشارع العادي أو المدني العادي، فحرام اللي بيحصل في العراق. وبتقول طبعا الصحيفة إن هذا سيسبب مشاكل في المنطقة كلها، وطبعا توترات زي كده ممكن تتخذها إيران كحجة وزريعة إنها تتدخل، وبعد كده ترجع أمريكا تاني بقواتها تاني، ويبقى في مواجهة بين إيران وبين إسرائيل وبين أمريكا. وطبعا الحكاية إن أساسا كل واحد يعني كل يبكي على ليلاه زي ما بيقولوا، فالمالكي مفروض ان هو يبص للسلام واستتباب السلام في بلده بدلا من ان يفتعل المشاكل قبل رحيل اخر جندي امريكي الى واشنطن. وطبعا ده هنشوفه هيعمل ايه بعد كده من يعني من الأحداث اللي هتيجي بعد كده. نتمنى أن المسيحيين بتوع العراق يكونوا بعداء عن هذا الموضوع، لأن هم مش ناقصين، لأن هم حصل عندهم فعلا يعني هجرة قسرية، ويعني ترحيل عرقي واضح جدا، ولدرجة ان هم يعني عدة الاف دلوقتي بدل ما كانوا هم مليون ويقتربوا من مليون وثلاث ارباع او يقتربوا من 2 مليون مسيحي في العراق، دلوقتي كلهم رحلوا وتركوا بلادهم وتركوا يعني تجارتهم وتركوا مزارعهم وغيطانهم وبيوتهم واملاكهم للجماعة المتعصبين دول سواء من الشيعة او من السنة. فنرجو السلامة لهذه البلاد. نيويورك تايمز قالت عن مصر ايه بقى؟
قالت الجيش يتسبب في ثورة غضب ويهدد بانتقال مصر إلى الديمقراطية. فطبعا يعني انتقال مصر إلى الديمقراطية طبعا عادية، كان مفروض إن الجيش يسيب التيار الإسلامي يفعل ما يشاء، وبعد كده في زي ما بنقول اللهو الخفي، واللهو الخفي دوت هو اللي بيؤجج المشاكل. هل الجيش وراء هذا اللهو الخفي؟ هل الفلول وراء هذا اللهو الخفي؟ هل التيارات الإسلامية وراء هذا اللهو الخفي؟ فالمهم إن في يعني أصابع خفية بتعبث في يعني مخدرات أو مستقبل مصر الآن. الوضع واضح إن في ناس مش عاجبها إن يكون في استقرار في مصر. في ناس قالوا إن طبعا إن في النيويورك تايمز برضو إن الجيش عزز من شعبيته في فبراير الماضي عندما رفض إطلاق النار على متظاهرين وسمح لهم بالتظاهر حتى يتمكنوا من الإطاحة بمين؟ بمبارك. طبعا احنا كلنا كنا متوقعين ان امريكا هتساند مبارك الى اخر لحظه، ولكن امريكا ساندت الجيش وقالت لهم لازم يعني تستمعوا وترضخوا لحكم ومطالب الشعب المصري. فالجيش فعلا كده وقف ومرضيش يضرب الناس، لكن اللي ضرب الناس لغايه فبراير 2000 و11 هم الناس اتباع النظام السابق، وان الجيش وقف معاهم. لكن هل التعاطف الشعبي مع الجيش استمر؟ لا طبعا، علشان احنا عرفنا بعد كده اللي حصل في العباسيه ولا في ميدان العباسيه، واللي حصل في ماسبيرو، واللي حصل في شارع محمد محمود، واللي حصل اخيرا في شارع القصر العيني او امام مبنى وزاره رئيس الوزراء او مجلس الوزراء. فطبعا كل دوت يؤكد ان الجيش بيهاجم في الشعب ويسحله، حتى ان الصوره اللي حدثت في سحل هذه الفتاه المصريه وتعريتها، وواضح جدا ان كل وكالات الانباء تناقلت هذه الصوره وتناقل هذا الخبر سواء بالفيديوهات او بالمقالات العنيفه ضد هذا العنف المستهجن الغير مرغوب، سواء من الشارع المصري او من الشارع الامريكي او العالم كله او منظمات حقوق الانسان. ده انتهاك صارخ واضح لحقوق الانسان، وخصوصا ان تكون ديت امراه. قال له طبعا ان واضح ان المراه المصريه لم ترتضي بهذا، وخرجت بكل شجاعه وخرجت بكل يعني كبرياء تدافع عن كرامتها وتدافع عن كرامه وشرف بنتها اللي انتهكت في الشوارع بالطريقة الوقحة الفجة من هؤلاء الجنود. وللأسف الشديد طبعا زي ما احنا سمعنا ان خرجت ناس كتيرة بيقولوا ازاي انها تلبس ملابس خفيفة كده تحت العباية ولا تحت الجلابية اللي لابساها. طبعا ده شيء برضو احنا نستهجنه، ان بدل ما يقفوا مع هذه الفتاة وقفة الأب، وقفة الأخ، وقفة يعني الصديق، وقفة الرجل الشارع، الرجل المصري الشهم زي ما قلت قبل كده. برضه كان زمان يعني في أيام الزمن الجميل محدش يقدر يعاكس حتى بنت الحتة بتاعتنا أو بنت حارتنا أو بنت شارعنا اسمها بنت الحتة أو بنت الشارع، محدش أبدا غريب يدخل ويعاكسها أو يجرح كرامتها او يجرحها بكلمه كده او كده او يرمي عليها كلام. كان زمان الشهامه ديت، فين الشهامه ديت عند رجل الشارع المصري العادي؟ ده تعليقنا احنا طبعا على هذا الموضوع.
ولكن نقول أن وكالات الأنباء لم ترحم الجندي المصري ولا القادة العسكريين المصريين من هذه المهازل التي حدثت على شارع القصر العيني أمام مبنى مجلس الوزراء، ومتهيألي يعني ثورة وبركان هذا الحدث لن تخمد بعد. واشنطن بوست قالت على فكرة إن في أسعار غذائية، مواد الأسعار، أسعار المواد الغذائية ابتدت تعلى كتير، وانهيار الاقتصاد يثيران قلق الشارع المصري. وقالت طبعا إن ارتفاع عدة سلع غذائية يعني بمقاييس خطيرة ما واجهها الشارع المصري قبل كده جعل ربات البيوت والعاملين بوجه خاص، ولا سيما بعد تراجع وتيرة الاقتصاد في الشارع المصري بعد الثورة يقلقون على أبنائهم وعلى لقمة العيش لأبنائهم. مضت الصحيفة تقول إن العديد من المصريين فرحوا بعد تنحي مبارك، ولكن بعد 11 شهر من حكم المجلس العسكري واستمرار العنف والاشتباكات انتهت آخر حاجة، 15 واحد طبعا قتلوا في هذا الأسبوع، علاوة على تفاقم الوضع السياسي وطبعا التناحر اللي احنا عارفينه والمهازل اللي بتحصل علشان الانتخابات وتزوير الانتخابات لصالح التيار الإسلامي. بدأ الناس يشعرون باختناق مادي، ويقال للأسف الشديد أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار، ودي تبقى كارثة ونتمنى ألا تحدث في مصرنا الغالية. وقالت الصحيفة أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو تصل 1.2% في عام 2011 مقابل 5.1 قبل الثورة. فطبعا واضح جدا ما فيش يعني سياحة، ما فيش شغل، من الناس مش بتروح أشغالها، كل الأمور متعطلة. وطبعا بخلاف المسيرات وبخلاف الناس اللي بتعطلوا القطارات لأتفه الأسباب، من طبعا الجماعة الإسلاميين محدش بيقدر يكلمهم، لكن لو 2 3 عباط وقفوا في أي شارع يقولوا لهم أنتوا بتعطلوا المرور ويسحلوهم تحت المدرعات، طبعا هنتكلم عن تناقضات المجلس العسكري فيما بعد. ولكن اللي يهمنا هنا إن الإخوة العاملين في مجالات السياحة خرجوا وقالوا جاي يا جماعة الحقونا، إحنا كده أكتر من 2 مليون من اللي بيشتغلوا في السياحة. وطبعا كل واحد لما يكون عنده زوجة وعيلين أو 3 عيال أو 4 عيال يبقى إحنا كده دخلنا من 5 ل 6 مليون مواطن هيتقطع عيشهم من طبعا الهبل والخبل اللي بنسمعه من التيارات الإسلامية، وموقفهم هيبقى إيه من السياحة والفن والموسيقى والغناء، وخسارتك يا مصر. طبعا هنشوف، اتكلمت الصحيفة برضو عن مقابلة غير مسبوقة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي مع الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي. يعني حزب النور السلفي دلوقتي قال لك ايه، دلوقتي الاخوان المسلمين بيبتدوا يلعبوا من تحت الترابيزه مع امريكا، وامريكا ابتدت تغازل طيارات الاخوان المسلمين، احنا بقى نلعب بالناحيه الثانيه ونبتدي نغازل اسرائيل. شيء يعني غريب. وطبعا ده اكدت الصحيفه ان الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي تحدث مع هذا الشخص اللي هو مندوب اذاعه الجيش الاسرائيلي، وقال عبر الهاتف طبعا: نحن لا نعارض اتفاقيه السلام بين اسرائيل، يا سلام، بين اسرائيل ومصر،
ولكن نحن نتكلم ان مصر ملتزمه بالمعاهدات الدوليه التي وقعتها الحكومات السابقه حسب ما اوردت وكاله فرانس بريس. طبعا الكلام دوت اتعلمه شغل الطاقيه، بس يعني مش عارف، يعني احنا كنا بنقول على جماعه السلفيين ان هم كلامهم واضح وعلى طول بيقولوه في الوش من غير لف ولا دوران. تقريبا لما ابتدوا يتعاملوا مع دهاليز السياسه ودخلوا دواوين السياسه وقعدوا مع الاخوان المسلمين، تعلموا منهم كيف يكذبون وكيف يلفون ويضرون ويلوون الحقائق، وده اللي ابتدينا نسمع عنه من عمنا الدكتور يسري حماد. وأشار أن إذا قال إذا كانت هناك بعض البنود التي يريد شعب مصر أن يعدلها في الاتفاقية فهذه مكانها طاولة المفاوضات والتحاور، مضيفا إيه أن احنا بنحترم جميع المعاهدات. طبعا هندخل بقى في طاولة مفاوضات جديدة وتحاورات جديدة زي حماس كده وفتح ما بيعملوا، أديلهم دلوقتي 15 20 50 60 سنة بيعملوا مفاوضات مع إسرائيل، وماله احنا ندخل في المفاوضات دي؟ يعني بصراحة مش عارف اقول ايه، يعني لا تعليق على هذا. ولكن ان بيقولوا ان اخينا دوت قال ان انا كل ما كنت افتكر ان هذا الشخص قال لي ان هو صحفي عراقي ومش اسرائيلي، ورجع قال يعني انا تفاجأت بأن هذا الشخص يهودي وإسرائيلي، وقال أن طبعا أنا ما كنتش أقصد خالص. قال الصدر لو علمت في بادئ الأمر أنه إسرائيلي أو يهودي ما تحدثت معه خالص يعني، ولكن هذا خداع إعلامي نرفضه. وقال حماد الصحفي الذي عرف نفسه بأنه عراقي سألني متعجبا عن صعود حزب النور السلفي في الانتخابات، فرددت عليه اننا اقمنا ثوره وان النظام السابق كان لا يريد الا نفسه على الساحه السياسيه. وسالني الصحفي الاسرائيلي ايضا عن تصريحاته للحزب السابقه حول موقفهم من المعاهدات الدوليه، وطبعا قال ان هذا الشخص ضحك عليا وما عرفنيش بنفسه، طبعا ده كذب. زي ما هو بيكذب برضه بيقول احنا قمنا بالثوره. مين هم اللي قاموا بالثورة؟ السلفيين قاموا بالثورة. احنا عندنا الصور بتاعة ثورة 25 يناير، ما كانش فيه ولا دقن ولا واحد ولا جلابية ولا جلباب ولا أبقاب من بتوع السلفيين في الثورة. الثورة قاموا بيها الشباب الحر اللي ايده في ايد اخوه المسيحي القبطي بدون تفرقة وبدون اي يتعصب، ولكن التعصب والتفرقة بعد ما نجحت الثورة طلعوا هم من جحورهم وركبوها وقال لك دلوقتي احنا اللي قمنا بالثورة. هذه اكذوبة تنضم لباقي اكاذيبهم. واشنطن بوست قالت ايه بقى؟ قالت ان هيلاري كلينتون، يعني هيلاري كلينتون شغالة دلوقتي طبعا علشان في واحدة ست اتسحلت في الشارع، وقالت ان ضرب النساء بايدي الشرطة والذي وصفته بانه وصمة عار على جبين الدولة التي يقودها المجلس العسكري، وبالتالي فهي وصمة عار على جبين المجلس العسكري نفسه. طبعا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، يعني ده وزيرة الخارجية هيلاري والمتحدثة فيكتوريا نولاند وكلهم ستات، يعني نحن نعبر عن تأييدنا لحقوق الإنسان في العالم أجمع ولا نعتبر أن هذا تدخلا في شؤون أي بلد. ليه؟ لأن الست فايزة بنجا برضو ستات، برضو مش عارف الستات يعني مسيطرين على موقف اليومين دول، مفيش رجالة ولا إيه. المهم أن فايزة بنجا قالت ده يعتبر تدخل في شؤون مصر الداخلية أن هيلاري كلينتون تقف تقول الكلام ده. ازاي يا ست فايزه، يا خالتي فايزه، ازاي تقول انت الكلام ده؟ ده مش انتهاك لحقوق الانسان، ده مش من انتهاك يعني اقل حق من حقوق الانسان
انه يقف يعبر عن رايه وعن فكره. واحده واقفه تعبر عن رايها وبتقول يعني ايه هو اللي بتقوله، بدل ما احنا نقف نحميها نجرجرها ونعريها ونسحلها في الشارع. طبعا ليهم حق الستات يقوموا، وانا يعني ابارك واشجع واعضد كل بنت من بنات مصر وكل سيده من سيدات مصر وقفت بمنتهى الجراءه والشجاعه في مظاهره جميله جدا تطالب بحقها في التعبير عن رايها واعتراضها على انتهاك حقوق وانتهاك شرف هذه الفتاه او هذه السيده الفاضله اللي هي كانت بتعبر عن رايها وسحلها الجيش المصري، وكان صورها في كل دول العالم وعلى كل الاعلام وسائل الاعلام العالمي وكمان في منطقتنا الشرق اوسطيه. نتمنى ان هيلاري كلينتون تكون برضو قالت الكلام ده عن الناس اللي اتسحلوا في ماسبيرو. وعلى فكره هي بتقول يعني كويس جدا ان المشير طنطاوي والمجلس العسكري اعتذر عن فعلته وقال ان هم دول القاده او الجنود احنا عارفينهم واحنا رصدينهم وهنعمل يعني لجان لمحاكمه الجنود دول، ويعني موضوع البحث بمنتهى الدقه عن هذه الواقعه ومش هنسيبها تمر مر الكرام. واعتذروا لهذه السيده ولكل سيدات مصر. اين اعتذار المجلس العسكري لكل اقباط مصر ولسفك دماء 27 قبطي وطبعا واكثر من 500 يمكن اكثر مصابين اصابات ما زالوا بيتعالجوا منها؟ فين الاعتذار؟ هم اللي قالوه ان هم دول يعتبروا زيهم زي شهداء التحرير وزي شهداء محمد محمود، ويعني العمليه مش عمليه فلوس، العمليه عمليه الاعتراف بالجريمه النكراء اللي انتوا لسه بتنكروها ويعني وعاوزين تلبسوها للهو الخفي. احنا برضو من حقنا نعرف من فعل فعلته ضد اقباط شرفاء في ماسبيرو. طبعا الصحيفه قبل ما تنهي اتكلمت عن تجاوزات للانفجارات الشديده اللي عملها اللي حصلت في العراق، وقالت ان 70 قتيل واكثر من 200 جريح في هجمات منسقه حصلت في بغداد. وقالت طبعا ان انتحار يقود سياره مفخخه استهدف مبنى هيئه النزاهه في الكراده وسط بغداد مما ادى الى مقتل 23 واصابه 46. ويعني قالوا ان الكلام دوت اللي حصل في العراق كان متوقع، خصوصا بعد ان زي ما قلنا رئيس الوزراء العراقي فعل فعلته ونحى السيد نائب رئيس الوزراء او نائب الرئيس السني، فطبعا هو تقريبا اللي بدأ الشرارة ويقصد بها الكثير. نتمنى الخير للعراقيين. طبعا احنا قلنا الكلام ده قبل ما ننهي عن نيويورك تايمز لان ده كان اخر خبر في نيويورك تايمز عن العراق. واما عن الوضع الروسي هنتكلم بقى عن صحف موسكو. صحف موسكو قالت ايه؟ قالت ان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيد، على فكره ديمتري ميدفيد يعني هو اللي بعد بوتين وبيخطط ان هو ينزل برضه هو وبوتين للانتخابات القادمه، وقالوا ان هو كان وقف عمل اصلاحات سياسيه شجاعه من ضمنها اجراءات انتخابات مباشره للحكام المحليين، يعني زي تعرفين ان روسيا فيها زي ولايات او انقسمت دويلات
وقالوا ان كل حاكم هيكون لانتخابات مباشره علشان تكون في نزاهه. وقالت الصحف الروسيه في موسكو الانتخابات المباشره للحكام المحليين قد الغيت في عهد فلاديمير بوتين في سنه 2004، مما سبب الاعتراضات من الناس اللي هم طالبوا بالديمقراطيه وطالبوا بحقوق الانسان، وقالوا ان رجوع ميدفيد وانه نزل تاني الانتخابات المباشره للرؤساء المحليين شيء يجعلنا نشعر بالفخ مما هو بيحاول يعمل، يعني اصلاح سياسي. وقالوا كمان من الاصلاح السياسي اللي هو عايز يعمله ان عايز يعمل يعني محطة تلفزيونية مستقلة لا تأثير لأي جهة حكومية عليها، يعني زي ما بنقول التيارات الحرية والعمل الديمقراطي الحر قد وصل إلى الشعب الروسي بعد ما خرج في مظاهرات عارمة. وطبعا برضو الست هيلاري كلينتون ما نسيتش طلعت قالت ان الانتخابات بتاعت روسيا كان فيها تجاوزات، على فكره ما فتحتش بقها عن التجاوزات بتاع الاخوان المسلمين، وفي واحد كان بعت لي ايميل على هذا الموضوع احنا برضو هنذكره في هذه الحلقه. على فكره برضو صحف روسيا قالت ان الفتاه المصريه التي سحلت قد استقطعت مساحات كبيرة من صحف العالم وحتى منها صحف روسيا نفسها. على فكرة الاندبندنت برضو البريطانية قالت نفس الكلام، وقالت ان نقلت صفحة 23 خصصتها الصحيفة بالكامل لتطورات الأحداث في مصر مع التركيز على حادثة الفتاة المصرية، وتقرير من إعداد الإستر بيتش من القاهرة. وقالت كمان الاندبندد إن وصفوا تقرير مقطع الفيديو حيث ركض 10 من الجنود خلف المتظاهرين الفارين واستطاعوا إلقاء القبض على الفتاة، وطبعا سحلوها وجروها من هدومها وعروها نصفها الأعلى، وطبعا سحبوا البنطلون يعني بتاعها بطريقة يعني خلت الملابس الداخلية بتاعتها ظهرت، طبعا شيء مستهجن. وطبعا يهمنا كرامة المرأة المصرية، ويصعب علينا جدا ان دول العالم كلها تتكلم عن كده ووسائل الإعلام العالمية يتكلموا وينشروا هذه الفضائح اللي عملها المجلس العسكري. بتنتهي صحيفة الاندبندنت بقالت إن تركيا عملت عاملة مش ظريفة أمس فقط، وقالت إن هي استدعت سفيرها في باريس، السفير التركي في باريس، أثر إقرار البرلمان الفرنسي قانون يجرم إنكار إبادة الأرمن على أرض الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. طبعا إحنا عارفين إن يعني لما نطلع نقول إن في مذابح حصلت لليهود وفي الهوليكوست وهتلر قال عمل كذا، يطلعوا الاسلاميين المتعصبين يقولوا لا ما حصلش، وطب انتوا مالكم ولا هتلر؟ ما هي هتلر اللي عمل. بس في حاله عمنا الحاكم العثماني في الدوله العثمانيه لما بيقولوا ان في قد قتل يعني في هذه الاباده للارمن في تركيا، يعني ما يصل الى اثنين، يصل ذكر ان حوالي نصف مليون شخص من اصل ارمني يقومون في فرنسا، وقالوا ان هنالك عدد الضحايا الشهداء الارمن
اللي قتلهم الحاكم العثماني علشان هم أرمن طبعا مسيحيين، وصل إلى أكثر من مليون شهيد، وده عدد كبير جدا وضخم ولا يجب أن تنساه يعني التيارات السياسية، ولا يجب أن ينساه التاريخ. وطبعا عبر وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو عن أمله في ألا تدوس فرنسا على صداقة قديمة من أجل مكاسب انتخابية، بيقولوا أن فرنسا بتعمل كده علشان تاخد مكاسب انتخابية. بس بقول لعم أحمد داوود أوغلو، يعني بقول اللي هو وزير الخارجية التركي، بقول له يعني يا عم أحمد داوود، يا أوغلو أفندي، الموضوع ده حصل ولا ما حصلش؟ إزاي إن الدولة العثمانية في الوقت ده يعني يقتلون يعني إبادة عرقية، يقتلون أكثر من 100 شخص من أطفال ونساء وشيوخ وعجائز من الأرمن، وترجعوا بعد كده تقولوا لا ما حصلش؟ لا، التاريخ طبعا بيثبت هذا. والجماعة الأرمن على فكرة، احنا عندنا برضو الأرمن مش في فرنسا بس، الأرمن ليهم جالية كبيرة جدا في أمريكا، واستطاعوا بالجهد الجميل والكبير والحثيث والمتواصل ان هم ياخدوا حقهم بأن الأمم المتحدة اعترفت بهذه المذابح اللي فعلها الحاكم التركي العثماني ضد الأرمن فيما قبل. ونتمنى طبعا من الأقباط والمسيحيين بتوع الشرق الأوسط أن يحذوا بحذو الشجعان السياسيين الأرمنيين بتوع الأرمن اللي في الدول العربية والدول الأجنبية وأمريكا وباقي دول العالم. الناس دول شغالين وبياخدوا حقهم، وإحنا طبعا بنقول إن ده يعتبر مثل يجب أن نحتذى بحذوه. يكفي هذا من أخبار العالم. بعد كده هندخل على أخبار المحروسة ونشوف ماذا يجرى في أخبار المحروسة. ولكن قبل ما نشوف أخبار المحروسة هنرد على إيميلين جولي، لأن في ناس بعتوا وقالوا أنت طنشت الإيميلات، وكمان مزعل منك عم زايد بتاع الجرايد ما رحتش زورته، الراجل عامل عليك قضية، فاحنا عاوزين نزور عم زايد بتاع الجرايد على الفكرة عشان ما يزعلش، وكمان عاوزين نشوف الإيميلات من أحسن الإيميلات ومن أجمل الإيميلات اللي وصلنا. اخترنا إيميلين علشان الوقت. الإيميل الأول فكرة وشكرا، ده من الأخ بشوي صالح من سوهاج، بيقول أعجبتني جدا فكرة محطة الثقافة ونتمنى أن تنوع لنا في الأدباء. الراجل يعني زي ما تقول معلش يا عم بشوي أنت طمعت شوية، يعني لأن يعني ما فيش وقت حتى، بس احنا هنحاول يمكن نعمل برنامج ثقافي لوحده بيتكلم عن الأدباء المصريين في العصر الحديث إلى يعني الزمن الجميل. يعني احنا لو مسكنا كل واحد من هؤلاء الأدباء العظماء المصريين يعني يلزمنا حلقات كبيرة ضخمة ووقت متسع مش محشور في برنامج يعني زي توك توك الأخبار. ولكن أنا أوعدك إن احنا هنتكلم. وكمان قال إن أين روائع توفيق الحكيم واستاذنا العقاد واستاذنا انيس منصور. على فكره كل يوم اثنين بناخد صفحه من يوميات انيس منصور، ولكن احنا حددنا يوم الخميس هنتكلم يعني برضو باقتطاب مش بالتوسع عن روايه اولاد حارتنا للمبدع الاديب الحاصل على جائزه نوبل في الادب الاستاذ نجيب محفوظ، الذي قام عليه الكثيرون من الإسلاميون المتعصبون علشان
اولاد حارتنا دي بالذات. وبرضه هنشوف يعني النهارده برضه من ضمن الفيديوهات ليه فكرهم عن اولاد حارتنا بالطريقه ديت. هنشوف الايميل الثاني، الايميل الثاني بيقول من احباء لنا، من وصلني من احد الاحباء من لبنان ارض الارز. فطبعا قال لي اتمنى انك تقولها بنفس اللهجه بتاعتنا، وبعت لي الايميل الظريف اللذيذ دوت، وقال فلسفه الحمار. بيقول مين فينا طلع الحمار؟ عما يتفلسف الحمار ويخاطب ابن ادم ويقول له هو ومت الدنيا وما قعدتها لما قالوا لك يا حمار. شو يعني اسم شتيمه ولا جنسي شيء عار؟ خلقني ربي وخلقك وما حدا بده الاختيار. انا مهما زاد الحمل فوقي صابر على المشوار، لا بيوم ارفع راسي على جارتي وبصون الجار، ولا بيوم بطلع على رزقي غير رزقي وبق منه بغار، ولا مهر ادفع لحمارتي ولا خواتم ولا سوار، ولا شقه اجمع حقها ولا اجهز دار، ولا مرتي حامل تتوحم بدها كفيار، ولا بنت تخرج عن طوعي وتجيب لي العار، ولا ابن يدمن ويهلوس ويقع وينهار. عايش بحالي ومتهني ليش بدي احتار؟ باكل وبشرب ونهق وما فيه عندي اسرار، وعندي ابن ادم يخدمني ليل ونهار، خادم امين من غير راتب ولا حتى ايجار. عرفت مين بقى مين فينا طلع الحمار؟ دي فلسفة الحمار. وطبعا ليه حق الحمار يتهكم على بني آدم، لأن بني آدمين بياكلوا في بعض والحمير ما بياكلوش في بعض. شكرا لأخونا الحبيب اللي بعت لنا الإيميل دوت من أرض الأرز الجميلة لبنان. برضو في ايميل تاني هقوله لكم برضو جميل، ونسمعه في معلومات حلوة عن الاربعين، وليش معنى سيدنا البابا يعني كل الاحباء اللي حواليه سيدنا البابا شنودة احتفلوا باربعين سنة على في عيد جلوسه. ايش معنى رقم اربعين؟ قالوا ايه حاجات كده هنقولها بسرعة. صام موسى اربعين يوم ليستلم وحي الشريعة، صام المسيح 40 يوم ليتمم الناسوت به، أمطر الرب 40 يوم وليلة على الأرض بالطوفان لإبادة الخليقة العتيقة بالطوفان، ظل نوح يحتمي في الفلك لمدة 40 يوم، بعد 40 يوم عادت الحمامة بغصن السلام، ظل بني إسرائيل في أرض المعاد بعد 40 سنة، رجع جواسيس من أرض المعاد بعد 40 يوم بأخبار سارة. المدة بين القيامة والصعود 40 يوم كما نعرف. بعد 40 يوم سوف تنقلب مدينة نينوى. قال ده الكلام دوت اللي قاله ليونان. بعد 40 يوم كان إيليا مستعد للصعود للسماء. في السنة 40 ذهب موسى ليكلم الشعب وكل ما وصاه. بني شعب إسرائيل دخل أرض الموعد بعد 40 سنة. ملك داود على بني إسرائيل برضو 40 سنة. بعد 40 سنة بالتحديد من بعد 40 يوم آسف بعد 40 يوم بالتحديد من إقامة إقالة البابا شنودة أختيلة السادات. بعد 40 يوم بالضبط من تفجير كنيسة القديسين قامت الثورة، واللي عمله هذه التفجيرات وأصابعهم القذرة طبعا مبارك والعدلي والمجموعة بتوعه قاموا عليهم بثورة وحطوهم في السجون. بعد 40 يوم من مجزرة ماسبيرو المتسبب فيها المجلس العسكري قامت الثورة عليه. هكذا ينبغي أن نحيا زاهدين في العالم. طبعا نشكركم على هذه المعلومات الجميلة، وننتقل للفيديو رقم واحد قبل أن يداهمنا الوقت، ونقول برضو على فكرة برضو ما نسيناش عم زايد بتاع الجرايد هنزوره في عجالة، بس هنشوف فيديو رقم واحد هيقول ايه ونعلق عليه.
لمحاولة الاشتباك بالقوات المسلحة، وإنه سيتم توريد فيها أو المخطط توريد فيها بعض الثوار الأبرياء، البيان اللي حضرتك عارفه، بيان مصدر مسؤول في ألف شين ألف، وكمان البيان اللي طلع بيان رقم 92 وكأنه نوع من التحذير من يوم 25 يناير. هل تربط ما بين التواريخ وبعضها أم تفصل بينها تماما؟ بالتأكيد هناك ربط. النهارده يا استاذه منى مصر فيها شرعيه رئيسيه كانت هي شرعيه الثوره اللي كان بيعبر عنها ميدان التحرير. بعد بدايه انتخابات مجلس الشعب بدا بناء شرعيه ثانيه، وهي الشرعيه الانتخابيه الشرعيه الشعبيه الناتجه عن صندوق الانتخاب. وهناك شرعيه ثالثه وهي شرعيه اداره البلاد، الشرعيه اللي بيملكها مجلس الاعلى للقوات المسلحه. انعقاد مجلس الشعب قبل يوم 25 يناير بيعني انه نصف او اكثر من الشرعيه الموجوده في البلاد انتقل الى من ايدهم الشعب واعطاهم بالفعل في انتخابات نزيهه وحره هذه الثقه. وبالتالي اي خروج على هذه الشرعيه كما ستكرس يوم 23 يناير سيعد خروجا على القانون، بمعنى انه لا شرعيه اخرى، الشرعيات الاخرى غير متاح لها التعبير عن نفسها بطريقه عنيفه او الكلام حوالين ثوره داخل الثوره بعد انه تكتمل الانتخابات. لغايه النهارده استاذه منى الجوله الاولى والثانيه اللي صوت فيها حوالي 22 23 مليون مصري. الجوله الثالثه هيكتمل التصويت وقد يصل الى 30 مليون مصري من 50 مليون داخل، وبالتالي هتتوافر لمجلس الشعب شرعيه حقيقيه. المجلس الاعلى للقوات المسلحه عايز يقول انه هذه الشرعيه قد بنيت، الان من يريد الخروج عليها سوف يكون عليه مواجهه هؤلاء الملايين الكثيره. طبعا واضح جدا، عرفنا شرعيه الثوار اللي هم طلعوا 25 يناير، وبعد كده شرعيه انتخابيه من طبعا الهبل والخبل والسرقه العلنيه اللي ما حدش قادر يقول لا دي مش سرقه، ولا يقول لا ده تزوير، ولا حد يواجه، ولا حد يعني. حتى المرحله الثانيه من الانتخابات انتهت ونبتدي في المرحله الثالثه، ما فعلوه اولا فعلوه ثانيا وسيفعلوه ثالثا طبعا من التزوير ومن الانتهاكات القانونيه الصارخه، ولا احد يستطيع ان يقول نصف حرف ضد هؤلاء. تطلع منهم شرعيه انتخابيه طبعا برلمان منتخب، وشرعيه العسكر اللي هم ماسكين اداره البلاد حاليا. ولكن هو الموضوع كل ما فيه ان الشرعيه الانتخابيه دي بقى هتطلع منها مجلس الشعب، ومجلس الشعب يكون مسيطر عليه بنسبه كبيره التيارات الاسلاميه. هم حاطين في دماغهم ان يطلعوا رئيس مجلس الشعب من التيارات الاسلاميه يكون سلفي وطبعا ملتحي، ويعني حليق الشارب وطليق اللحيه، يعني مية مية يكون أبا كوز ولا حاجة، حد من الجماعة دول. هنشوف التحفة دوت اللي هيجينا رئيس مجلس الشعب، وطبعا هو يدوله كده بقى رئاسة الدولة، وهم كده فاكرين ان هيعملوا الدستور وهيعملوا يعني خلاص الطبخة ديت اللي عملوها في الانتخابات البرلمانية هي دي بقى تستمر الطبخة، خلاص سيطروا على مصر ويقلبوها ويسموها جمهورية مصر الإسلامية. طبعا شيء مش هيحصل أبدا ولن يسمح به ربنا طبعا تبارك اسمه. هنشوف الفيديو رقم 2 برضه، هنشوف الإخوان المسلمين وبيقولوا إيه وشغل التقية اللي احنا قد اعتدنا عليه. شوف فيديو رقم 2. الإمكان بسيط جدا أن يتم التغاضي عن وجود هؤلاء وعدم استفزازهم، لأن أي واحد يملك قوة ويملك دراسات عنده مكاتب وعنده لجان وعنده هيئات بتدرس وتدرس كيفية صناعة القرار يعلم كيفية التعامل مع تلك القوى الموجودة أمام مجلس الوزراء، لأنه جرب كثير جدا يتعامل معهم فيعلم الاستفزاز ورد الفعل وحجم رد الفعل وكيفية التعامل. أنا ما أعتقدش أن المؤسسات الموجودة في السلطة جاهلة بكيفية صناعة القرار في أزمة هذه الأزمات، لكن أنا أعتقد أيضا أن هناك تقاطع مصالح
سواء داخل مواقع في السلطة أو داخل مواقع الأجندات الموجودة. تقاطع مصالح يريدون مصر تنتحب لا تنتخب، لأن المشهد الديمقراطي القادم على مصر وتأسيس نظام سياسي جديد لمصر وإرساء قواعد نظام سياسي جديد لمصر لا يريده الكثيرون سواء أصحاب الأجندات أو أصحاب البعض في مواقع السلطة، لا يريد هذا المشهد. إن هذا المشهد أكمل بس صدر أكمل إن هذا المشهد سوف يقوم بتغييرات جذرية كبيرة جدا في المشهد في مصر كلها، فهم لا يريدون تلك التغييرات، لأن التغييرات دي هتلاحق الفاسدين والمجرمين. أكمل بس دي، لأن اللي حدث إن علي بابا اتحبس والأربعين حرامي موجود منهم مجموعات كبيرة جدا، فحسني بابا موجود في الحبس لكن الأربعين حرامي موجود منهم مجموعات ما زالت تريد الإبقاء على الوضع ولا تريد أن تلاحق لا قضائيا ولا تلاحق الأموال التي سرقوها من الشعب. فهو يعلم أن تأسيس أي نظام سياسي أيا كان اللي جاي معناه نظام سياسي له قواعده السياسية وقواعده الديمقراطية هيلاحق ويطالب بحق هذا الشعب. يعني يا جماعه علي بابا اتحبس وال40 حرامي بتوعه، وطبعا يعني هنيالك يا مصر، يعني تطلعي من حفره تقع في دحديره. طب وما البديل لهذا الفساد وعلي بابا؟ يبقى علي ابن ابي بابا، طبعا علي ابن ابي بابا عشان يبقى اسلامي، يعني عشان يبقى اسم كده مجهبز اسلاميا، علي ابن ابي بابا بدل ما نقول علي بابا، والأربعين حراميا بدل ما نقول الأربعين حرامي. خلاص يبقى اتحلت الحكاية، هي هي بل أسوأ، بل يعني هنرجع بمصر ل يعني قرون سحيقة في الزمن السحيق والتخلف، يعني ده علشان الشعب يكون متخلف أكتر، نغميه أكتر ونسيطر عليه أكتر، وبدل ما مبارك والجماعة بتوعه يبقى علي ابن أبي بابا وهو اللي يسيطر من التيارات الإسلامية، هم ده اللي بيفكروا بيه وهو ده اللي أخينا بيحاول يقنعنا بيه إن المشهد الانتخاب والمشهد الديمقراطي وهم أول وآخر ويعني وكل حياتهم بيطالبونا بأن الديمقراطية ديت حرام وكفر ورجس من عمل الشيطان، دلوقتي بيتغنون بالديمقراطية اللي جابتهم تحت قبة مجلس الشعب، ومتهيألي مصر أقوى وأعلى وأنظف من هذا ولن تستسلم لهذا الهزل. هنشوف طيب محطة الكرتون ونقول في لما يسيطر طبعا التيار الإسلامي على الحكم في مصر هيكون إيه لما يجي واحد يعمل كشف هيئة غلبان أو واحد يدخل مثلا مكتب تنسيق هيكون إيه وضعه، ولو واحد مسلم متعصب هيكون إيه وضعه. هنشوف الكرتون دوت صفحة الكاريكاتير. طبعا الولد جايب حاجة و50% وماسك الورقة كده باستحياء ومش عارف يعني يعمل ايه، فالراجل بيقول له ما شاء الله ما شاء الله اسمك محمدين كمان، ده محمد واحدة تدخلك طب، يعني كده يعني خلاص الحكاية وصلت لأوجاه. وهذا كرتون هذه الحلقة، أتمنى أن يكون أعجبكم. ونشوف يعني برضو حلقة يعني المحطة القادمة بتاعت عم زايد بتاع الجراد، عشان الراجل زعلان مننا جدا وقال انتوا نسيتوني، احنا هنزور عم زايد بتاع الجرايد. الأهرام بيقول إيه؟ الأهرام بيقول إن الأخ محمد كامل عمرو
عمرو وزير الخارجية قال إن مصر لا تقبل أي تدخل خارجي في سياستها الداخلية أو الخارجية، تعقيبا على وصف هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية العنف ضد المتظاهرين بأنه فضيحة وعار. وأنت يا عم مش عارف إن دي فضيحة وعار؟ وبعدين ده تدخل إيه؟ ما كل العالم بيقول جت على كلمة هيلاري كلينتون إن ده تدخل. طب وبعدين في حاجة تاني، ما اعتبر لما يعني هيلاري كلينتون قالت على التجاوزات بتاع المجلس العسكري أصبحت فضيحة وعار، وأنتم تطالبون ب يعني حقوق الإنسان. طيب ما هي بتتكلم عن حقوق الإنسان، إزاي حقوق الواحدة بتتكلم عن انتهاك حقوق الإنسان وأنت مش عارف؟ أمال يعني إيه رأيك أنت يا أخ كامل عمرو يا وزير الخارجية فيما حدث لهذه الفتاة المصرية؟ ما رأيك؟ عاوزينك أنت تقول لنا رأيك كده وتنورنا. ده مش وصمة عار ولا ده شرف على جبينك وجبين وزارة خارجيتك وجبين المجلس العسكري وجبين مصر الحالية؟ يعني يا جماعة تلموا شوية. بيقولوا طبعا ان 65 مليون دولار تمويل امريكي لمنظمات مصرية غير معروفة. على فكرة يا جماعة انا اصدق هذا الكلام، امريكا بيهمها ومن مصلحتها ان الطيارات القوية هي اللي تستلم الحكم، وكمان يعني هي عارفة من اين تؤكل الكتف. امريكا مش بتلعب، وامريكا يعني انا واضح جدا ومعروف ان هي بتقوي التيار الاخوان المسلمين والتيارات الاسلامية علشان يستلموا الحكم. وعلى فكرة هم ليهم غرض خفي ومحدش كتير من الكثيرين يعلم هذا، بس هو معروف جدا ان بيقول لك ان الدول اللي بتضطهد التيارات الإسلامية وبتنتهك حقوق التيارات الإسلامية زي ما كان بيعمل مبارك قبل كده، وكان بيعمل باقي دول المنطقة ينتهكوا حقوق التيارات الإسلامية ومش عاوزينهم يخرجوا ولا يسيطروا على الحكم، وكانوا بيساندوا الفاسدين وكانوا بيساندوا الحكام الدكتاتوريين ان هم يقعدوا في الحكم لهذه المدد، علشان هم كانوا بيرفضوا يعني اي حريه وكانوا بينتهكوا حقوقيات التيارات الاسلاميه اللي هي طبعا عايزه تاخد الحكم باي طريقه واللي هي وصلت ليه حاليا. فطبعا كان ايه؟ كان الناس ديت بتروح تدخل امريكا نفسها وتدخل اوروبا ويفتحوا لهم حضنهم على اساس دول ناس منتهكه حقوقهم وحقوق الانسان، مما اصبحت يعني تحول التيار الاسلامي من دول المنطقه الشرق اوسطيه الى دول اوروبا وكندا واستراليا وامريكا. فهم دلوقتي بيقولوا لما احنا نسمح للتيارات ديت تفتح بلاد البلاد بتاعتها ويستلموا حكم بلادهم، الناس ديت هترجع تقعد تاني في بلادهم. وطبعا تقريبا ده راي الساسه الديمقراطيين، بس مش عارفين الساسه الجمهوريين هيقولوا ايه، بس يعني هو دوت المعلن الى الان. كشف مخطط للتخريب واشعال حرائق في 25 يناير المقبل، ربنا يستر وما تكونش زي حريق القاهره اللي حصل ايام قبل الثوره. وزير العدل اموال دفعت لسبب لسبب ما، وصبيه اخذوا هذه الاموال للتخريب. طبعا اطفال الشوارع اللي كنا بنقول عليهم ولا اولاد الشوارع والبلطجيه، بس مين اللي دفع لهم؟ يعني هنالك اكثر من مشبوه في الموضوع ده، ودي عاوزه بحث خاص بقى. المشير الطنطاوي يتابع انتخابات الاعاده في مرحلتها الثانيه من غرفه عمليات، وقالوا طبعا ان مشير طنطاوي زار بعض المستشفيات. يعني يا بجاحتك يا اخي، بتقتل في الناس وتصيبهم كل الاصابات دي ورايح يزور الناس. يقال ان احدى الفتيات الفضلوات، السيدات الفضلوات يعني الحره، انسانه حره، يعني كانت يعني طردته من
مستشفى من ضمن المستشفيات اللي هو راح يزور فيها المصابين. الأخبار قالت إيه؟ قالت إن الجيش يعلن عن مخطط لإسقاط الدولة. طبعًا واضح جدًا ده حكاية لعبة دايمًا بيعملوها. إقبال ضعيف في اليوم الأول لإعادة المرحلة الثانية. طبعًا لأن الناس عرفت اللي فيها خلاص. مدير الإفصاح بالبورصة قال عائلة مبارك لها أكواد سرية لتهريب أموالها بالخارج. يعني وما زالت الفلوس بالخارج وما زال مبارك وأعوانه وأولاده بيتحكموا في كل شيء في مصر، يعني مش شيء جديد. قالت كمان الاخبار رئيس اللجنه العليا للانتخابات السبت اعلان نتائج المرحله الثانيه وتقييم الانتخابات. من دلوقتي هنقول لكم طبعا واضح سيطره التيارات الاسلاميه وصولها اكثر من 65% على المرحلتين الاولى والثانيه. يعني المصري اليوم بيقول ان شيخ الازهر يطالب المتظاهرين بهدنه لوقف الاشتباكات وكشف المخربين. طبعا طالب منها كثيرين وطالب كمان ناس من القاده السياسيين يعني المتحررين والقاده السياسيين اللي هم يعني يهمهم مصلحه مصر ولائهم كله لمصر. فعلا مفروض نعمل هدنة علشان نشوف ما وراء الأحداث، ولكن ما نسمعه أن هنالك مليونية أخرى هتكون غدا، وربنا يستر على مصر. زوجة الشهيد عماد عفت، الشيخ عماد عفت طبعا رجل الناس بتشهد ليه كلهم يعني بأنه إنسان كان طيب وإنسان كان كل ولاءه وحبه لمصر، بيقولوا كان المفتي يحميه وكان يعتبره كابنه من امن الدوله ولم يطالبه بمغادره الميدان. المفتي ما لوش غادر الميدان وكان بيحميه من امن الدوله. هذا ما قالته المصري اليوم. الجنايات تؤيد التحفظ على اموال سكرتير مبارك وما وراء سكرتير مبارك الكثير على فكره. القبض على متهم بسرقه وحرق المجمع العلمي، وانا متهيألي ده كبش الفدا اللي هم بيعملوه المعلمين بتوع المخدرات. بيقول لك لما نتزنق لازم نبعت كبش للبوليس عشان يهديهم، وتقريبا هم طلعوا واحد كده من البلطجيه او واحد يكون بيشم كله مش عارف يقول لك هو في ايه، مش عارف هو عمل ايه، وهو قال لك هو ده بقى المتهم بحرق المجمع العلمي. وخساره كبيره على فكره على المثقفين مصر وكل مصر كلها. الجمهوريه قالت اتصالات لنقل العماله الى ليبيا، لان ليبيا دلوقتي في حاله اعاده بناء، والاموال الامريكيه والاموال يعني الاوروبيه ومن استراليا وكندا هتتدفق على ليبيا علشان إعادة إعمارها. ونتمنى أن الناس يعني المصريين يكون ديت فتحة خير ليهم، لأن ضائقة مع كل المصريين. وطبعا أهو ربنا فتح مجال يدوبك على حدود مصر الغربية أن الناس تروح، ويكون ربنا فتح لهم فرصة للقمة عيش في ليبيا. نتمنى لكل الخير للناس. وزيرة التأمينات قالت الوزارة تسترد أموالها من الملايات على دفعات. الأغلبية الصامتة ترفض التخريب في العباسية. طبعا احنا بنرفض التخريب في كل حتة ومش العباسية بس. العثور على قاعدة بيانات كتبت ومقتنيات في المجمع العلمي، وفي بعض الكتب بيقولوا ان بتتباع في الشوارع، خساره كبيره يا جماعه. وده اي حد عنده ولاء لمصر وحبه لمصر يشوف اي كتاب من دول يسلمها للدوله، لان دي كنوز لا تقدر باموال. الجنزور قال 1.5% جنيه مليار جنيه مقاولين و36 مليون لدعم الشركات المتعثره. فطبعا واضح جدا ان في
رعب من أمام قادم اقتصاديا، ويقال أن الاقتصاد المصري سينهار للأسف الشديد. نتمنى أن يكون الكلام ده كذب ونكذب أنفسنا ونقول لا، ربنا يستر على مصر الحبيبة الغالية من أي انهيار. احنا هنشوف الفيديو رقم 3. الشيخ من شيوخ السلفيين بيقول ليه التيار السلف او ليه المسلم المتعصب يعني، او المسلم الذي يفهم الرجل الجهبز في الثقافة التعصبية والثقافة المتأخرة بتاعتهم، ليه هم رفضوا رواية نجيب محفوظ ولاد حارتنا، وليه يعني تفسيرهم عن هذه الرواية. وطبعا ده شيء يعني مش ده رأينا طبعا، بس احنا هنشوف رأي السلفيين ونشوف الشيخ ياسر البرهامي هيقول لنا ايه عن رأيه في ولاد حارتنا للكاتب المبدع الأستاذ نجيب محفوظ. قصة الخليقة الجبلاوي رمز الإله في الحقيقة اللي عنده القصر والعزبة كلها، وبعدين هو قاعد في أوضة مقفول عليه عمر ما حد شافه، وعمل اجتماع عامل ايه؟ عمل اجتماع لأولاده، أصغر واحد فيهم أدهم، أدهم اللي هو آدم، وأكبر منه إدريس اللي هو إبليس، وأكبر منه جليل، وقال لهم أنا عايز أدي خطة البيت والعزبة والسر بتاعها لأدهم، وأنا مستأمنه على هذا إني جاعله في الأرض خليفة. جليل غصب عنه سكت ووافق إنه بيخاف من الجبلاني، سجد الملائكة كلهم أجمعون. إدريس رفض، إدريس رفض وقال أنا أكبر منه وأحسن منه، إزاي ما تدينيش القطة أنا دون وتديها لأدهم الصغير الأخير، وأنا آخر من خلط إيه؟ خلط آخر ساعة بعد العصر، مش كده؟ طرد، اخرج بره، عمل كوخ في الحتة اللي جنب العزبة، بس فضل يحرب عشان يطلع أدهم وأمينة أمنا من القصر والعزبة اللي هو فيها. فضل يجن ورا أميمة لغاية ما خلاها تقنع أدهم بأنه يروح يسرق الخطة. صوت الجبلاوي قالوا هم بيحاولوا يسرقوا الخطة، اطلع بره انت كمان. وعمل كوخ جنب إدريس وبدأت معارك وجاب قصة قتل أولاد أدهم لبعضهم. وجاب قصة قتل ولاد أدهم لبعضهم، وبعد كده جاب قصة جبل، جبل اللي هو مين اللي راح عند الجبل؟ أكيد راح عند الجبل، سيدنا مين؟ سيدنا موسى. جبل كان هو في حارة من حارات العزبة، في فتوة عمال يضرب اللي تبع جبل ويضرب عيالهم ويفتري في نسائهم ومفتري فيهم آخر افتراء. وبعدين جه كانت حصل معركة، قتل جبل واحد من إيه؟ من اللي تبع الفتوة الكبير، وراح جاي حيقتلوه فهرب وقعد مدة 10 سنين بره الحارة. وهو راجع في الدنيا ضلمة، راح جاي سمع صوت الجبلاوي بيقول له أنا الجبلاوي شخصيا أقول لك روح للفتوة بتاع الحارة بتاعتك وقول له بطل افتراء على الناس اللي تبعي. قالوا له اوعى تكون يا جبل مزود حجرين المخدرات. قال لهم لا، هو والله الجبلاوي شخصيا اللي كلمني. وبعد كده راح وقال للفتوة الكلام ده، وحصلت الخناقة الطويلة اللي انتهت بغرق الفتوة اللي هو كان جبل ايه رايح له. وبعد كده جه رفاعة اللي اترفع، مش كده؟ رفاعة سيدنا قصة سيدنا عيسى. وبعد كده جه قاسم، جاي قصة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل بس باسم قاسم، وبدرية اللي هي سيدة خديجة، جاي قصة وغزوة بدر وغزوة أحد، وفي الآخر بات قاسم وجي أصحابه من بعديه واختلفوا، وفي النهاية بعد سنين طويلة في الحارة جه ظهر عرفة. عرفة ده اللي هو العلم والمعرفة،
العلم والمعرفة، وهو في مرة من المرات دخل على الجبلاوي قتل الجبلاوي، وخرج الجناز الجبلاوي من الناس عمرها ما شافته. العلم قتل الإله. يا جماعة ايه الغلط في ده؟ ايه المشكلة في دي؟ ايه المشكلة في الكلام اللي قاله ده؟ يعني انا مش شايف اي يعني كفر ولا اي الحاد في هذه الرواية، وكمان ان الراجل قال ان دي برضو رواية، انا مش بعمل عملية يعني نشر او اعادة للكتب السماوية، وانا مش موثق للتاريخ الانبياء، ولكن دي رواية بيمثل بيها ما حدث في العالم وما حدث منذ الخليقة إلى وقتنا هذا. يعني برضو التخلف اللي احنا فيه ما فيش فايدة. لكن أنا لن أنسى طبعا، بإذن الله الخميس القادم هنجيب صور بتمثل الجزء الأول، وهنختصر الجزء الأول في ممكن يكون نص صفحة هنقولها، وهنستمر بالطريقة ديت. أديكم أنتوا عرفتوا مجمل الرواية كلها من هذه الكلمات، ولكن هو الرجل ضد نجيب محفوظ، لكن احنا هنذكر فيما بعد بإذن الله الأحداث كما هي، بس مختصرة طبعا، يعني نعمل اختصار لكل جزء ومع صور هنضيفها احنا من عندنا، علشان كأن المشاهد يعيش معانا في روائع هذه القصة الجميلة، الرواية دي اللي مشهورة على مستوى العالم كله، علشان لا نحرم مشاهدنا الحبيب من هو يتثقف ويعرف ايه هي رواية ولاد حارتنا. على فكرة بالنسبة للزمن الجميل يا جماعة، انا يعني انا برد على في الناس كانوا في الانترنت بيقولوا ان الجنيه المصري كان الجنيه لوحده كان ب 25 دولار، يعني شوف الجنيه ب 25 دولار، دلوقتي الدولار بحوالي 6 جنيه ونص، فده ايام الملك فاروق. بيقولوا ان الملك فاروق يعني كان في ايامه كان فيه ديون، ما زالت بريطانيا مديونه لمصر من ايام الملك فاروق، كان في يعني الموضه كانت بتنزل في مصر لستات مصر قبل اوروبا، كانت اجمل اقطان واجمل مصانع واحسن مصانع للاقطان من مصر، كانت مصر تعتبر يعني برضو كانت ما زالت لغايه ايام الملك فاروق تعتبر هي يعني خزينه الغلال، او يعني سله الغلال وسلة الخبز للعالم كله. ولكن شوفوا الفرق بين زمن الملك فاروق وزمن ما بعد الثورة، إلى أن ننتظر حاليا ربنا لا يسمح أن يكون الاقتصاد المصري ينهار تماما وتصبح تعلن مجاعة في مصر بعد حكم العسكر وبعد سيطرة التيارات الإسلامية. لكن من هو الملك فاروق؟ هنشوف يعني برضو صفحة أو محطة الزمن الجميل هتنقلنا لتاريخ الملك فاروق، ونتفرج على الزمن الجميل ونرجع لكم تاني. في شتاء سنة 1920 اتولد الأمير فاروق ابن الملك فؤاد والملكة نزلي في القاهرة، وفرح الملك فؤاد جدا بولادة فاروق لأنه كان الولد الوحيد بين خمس بنات. الملك فؤاد أطلق لقب أمير الصعيد على ولي عهده فاروق، وده كان أول ألقابه، وسافر فاروق في الفترة دي لإنجلترا ولفرنسا للدراسة. كانت جماهير الشعب المصري كله بتتابع أخباره باهتمام في الخارج، وكلها أمل إنه يكون القائد اللي بتستناه مصر من زمان، وده اللي خلاه محبوب جدا عند الشعب المصري. اتوفى الملك فؤاد سنة 1936 وساب عرش مصر لفاروق وهو في سن 16 سنة. ولسن فاروق الصغير
اختارت والدته وصي عليه وهو الأمير محمد علي أكبر أبناء الأسرة العلوية سنا في الوقت ده، ويمكن ده السبب اللي خلى الملكة نازلي تختاره لخوفها إن الوصي يطمع في العرش. نجحت الملكة نازلي خلال سنة واحدة إنها تحقق رغبتها في إن فاروق يبقى الملك بدون وصايا، وده بإنها خدت فتوى من الشيخ المراغي شيخ الأزهر إنه يحسب عمر فاروق بالهجري، وبالشكل ده تم تتويجه كملك بشكل رسمي سنة 1937. في سنة 1937 اتجوز الملك فاروق بصفيناز ذو الفقار اللي غيرت اسمها بعد كده لاسم الملكة فريدة. قدر فاروق في فترة حكمه انه يتخلص من تدخل انجلترا الى حد ما في الشؤون الداخلية للبلد. عاش الملك فاروق صراعات مع السفير البريطاني خصوصا في موضوع تشكيل الوزارات، ومنها حادث 4 فبراير سنة 1942 لما انجلترا حاولت تفرض حكومة النحاس باشا. في سنة 1948 طلق الملك فاروق زوجته الملكة فريدة وتجوز بعدها نريمان. وبعد دخول الاحتلال الصهيوني على فلسطين بعت الملك فاروق الجيش المصري للحرب هناك، لكن للأسف راحوا بأسلحة فاسدة اتسببت في مقتل الجنود المصريين، واعتبر الشعب الملك فاروق مسؤول عن الكارثة دي. حصلت بعد كده في مصر أحداث كتير متعاقبة انتهت بالحريق المشبوه اللي حصل للقاهرة سنة 1952. بعدها قرر الملك فاروق انه يتصرف بسرعة، فقابل الرئيس الأمريكي روزفلت ووقع معاه اتفاقية سرية تسمح لأمريكا بأنها تقوم بتسليح الجيش المصري للحفاظ على الأمن الداخلي. ضعفت سيطرة الملك فاروق على البلاد بسبب مشاكل كتير حصلت، وده اللي تسبب في قيام بعض ضباط الجيش بعمل حركة انقلاب عليه تحت اسم حركة الضباط الأحرار. ساب فاروق مصر وما أخدش من مقتنياته إلا حاجات بسيطة جدا، وركب يخته المحروسة واللي ركبه قبله جده الخديوي اسماعيل لما اتعزل عن مصر، واتجه فاروق لإيطاليا. اتعرف فاروق على مغنية الأوبرا الإيطالية إيرما كافيتشي واللي كانت سهرانة معاه في مطعم إيطالي سنة 1965. وفي الليلة دي مات الملك فاروق وهو في سن 45 سنة. كتب الملك فاروق وصية بأنه يدفن في مقابر العائلة داخل مسجد الرفاعي، واتدفن هناك آخر ملك لمصر، وساب وراه اتهامات كتيرة حوالين فترة حكمه وعلامات استفهام حوالين وفاته. طبعا يا جماعة احنا لا ندعو للملكية ورفض الجمهورية، لا 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 لا، محدش يفهم الحكاية دي بالطريقة دي، ولكن احنا بنعرف الأجيال الجيل الحديث بتاعنا من هو الملك فاروق اللي هو وصل بمصر ما قبل الثورة بالكلام اللي احنا بنقوله، وليه سبب الانهيارات اللي احنا فيها. لما اتعملت الثورة لتعديلات الأوضاع اللي كانت في الفساد اللي كنا بنقول عليه فساد وما تعلمناه من التاريخ، ده مجرد زمن الجميل نرجع ليه تاني. وعلى فكرة أجمل حاجة عجباني في الموضوع ده أمير الصعيد، يعني كويس إن هو أمير الصعيد، ولكن أتمنى ألا تحدث حادثة حرق القاهرة. 60 سنة بالضبط هتمر في يناير 2012 على حريق القاهرة اللي كان في يناير 52، 60 سنة بالضبط هتمر، نتمنى ألا يتكرر بعد 60 عاما هذا الحريق البشع، ونتمنى زي ما بيقولوا المجلس العسكري بيتوقعه كده. نتمنى كل الخير لمصر. وقت جميل جدا قضيناه مع بعض، واعتذر لصديقي الاستاذ المخرج يعني ان انا استفضت وقفضت غصب عني، يعني الاحداث كانت بتخلينا نتكلم كتير في المواضيع ديت. ونقول لكم الى ان نلتقي الاسبوع القادم باذن الله يوم الاثنين، لكم منا كل تحيه وشكر على متابعتكم لنا، ونعم لكم وسلام.
في كتير طرق